السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عالم التلاوة وعلم التلاوة الذي يتلو علينا آيات بينات من الذكر الحكيم هو القارئ الشيخ الشحات محمد أنور الذي أحبه الملايين سواء في مصر أو في الوطن العربي أو الإسلامي. والشيخ الشحات محمد أنور أيضا حاله كحال كثير من العباقرة الذين ولدوا في الريف المصري، ولذلك دائما أنا أقول وأصف الريف المصري بأنه ريف حالم. كم أنجب لنا من عبقري وعالم. ربما هذا الريف الذي يأتي بالعجائب وهذه القرى الصغيرة التي أنجبت لنا عباقرة أصبحوا نجوما في سماوات المدن الكبيرة، حنجرة ذهبية بلون سنابل القمح الذهبية. ولد القارئ الشيخ الشحات محمد أنور في قرية اسمها قرية كفر الوزير، وهي تابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية. قرية صغيرة ولد فيها هذا الشيخ، وهي لا تعلم أنه هذا الطفل الصغير الذي ولد يوم 1/7 يعني 1 يوليو سنة 1950 سيكون له فيما بعد شأن كبير. وسبحان الله بعد 3 أشهر فقط مات أبوه فنشأ يتيما، حيث أخذته أمه إلى بيت جده، وكان هناك خاله الذي بدأ يتولى تربيته. والآن نترك حضراتكم لكي تستمتعوا بهذه التلاوة العطرة المباركة لفضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها
وضرب الله مثلا للذين آمنوا
Oh.